معايا يلا قولوا هنوا معايا يلا قولوا كان الفرح لا يسرور يلا يا خلق الله دهوله شاعر فعلا مش مغرور رافع باسم الرابطه لفوق شهمه راجل وانت منزوق سكته واحده لينا طريق وزدر تملي بيكم ذوق مع شاعرنا الجميل محمد سرور. تحياتي الجميله والسرور الجميل لعمنا الكبير العلامه الكبير دكتور رمضان حمد. دكتور رمضان حمد ده يا جماعه يعني لو قعدته كده يكفي ان هو حافظ مثلا فوق مش 20,000 كام؟ احنا قلنا ساعتها كام؟ 1000 بيت يا بص. وتحيه لسمو الاستاذ رضا ابو شنب. الشعر مفرد كلماته ونبض واحساس. الشعر مفرد كلماته ونبض واحساس بيداوي تباريح تكوينك والام الناس. مش كل بنجمع ديوان شاعر ولا كل من خط الألم زجاج. الشعر صدق المعنى ومشاعر. الشعر طبقة في القلوب زلزال. زجاج أنا من ساعة سنة راسي فني الزجل غيتي فاسي ومح راسي يا كل زجل هنا أو حتى مش زجال نديم وبيرا بدا فن الزجل ومازال واعرف بان الزجل نبض الحياة لقصوت اعرف بان الزجل عايش ومش هيموت. اقول لكم حاجتين بشوية كده وحاجة فكاهية صغيرة. سني عدى الـ40 ولسه ما اتجوزت لسه. سني عدى الـ40 ولسه ما اتجوزت لسه. جاني صاحب احمد امين قال لي عندي عروسه فرصه هي بنت وحيده حيله منقبه واخد جمال عندها شقه واميره تشبه الميه الزلال بس شرط لو عايزها مفيش خروج ولا فيه دخول. تنكشف لك يوم جوازها هي دي يا صاحب الاصول واتكتب بينا الكتاب وشفتها يوم الزفاف والله تشبه للغراب يوم هجاني يا ناس جفاف سألتها رد انت مين؟ طلعت المحروسه خالصه انا حول شمال يمين يوم هجالي جنان ولوسه والسبب صاحب المنيل اللي ما عندوش ضمير لما زرته ورحت عدته قال لي دي ذنوبك كتير قصه جميله بعنوان يا قانون العالم يا قدر الكل كان رفضه نهائي ووقفت انا وحدي قدامها. وطوعت مشاعري واشواقي وطلعت ولا سمعت كلامهم وهلف الدارت ليام ودخلت محاكم واقسام ولا عارفه لا اكل ولا نام والنفس بلومها مش هلومهم. اديته ايامي وعمري وقفلت بمالي على روحي ملكت احساسي وامري وهو سابني الملي في جروحي على الحلوه والمر قسمته وانا فاكره اني بجد فهمته وعليا الناس ضحكوا وشمته ويا نفسي باحزانك بوحي طلقني وسابني لوحديه في رقبتي 4 اولاد ولا في شوية نقدية ولا عسوة ولا كسوة ذات الشفقة مع قلبه الرحمة مع قلبه طلعني وسابني لوحدية في رقبتي 4 اولاد ولا فيش ويايا نقدية ولا عزوة ولا كسوة ذات طلعني وسابني الوحدية في رقبتي 4 اولاد ولا في شوية نقدية ولا عزوة ولا كسوة اولاد الرحمة في قلبه مش فاكرها بس الكلمة اللي بعديها ولا يعرف ايه معنى الشفقة ورفعت عليه دعوة نفقة لك ما يصرف عن الاولاد الحكم من اول جلسة
بمؤقت ليهم مناليم، ولا وياي فلوس ولا ورثه، ده انا بعت العفش القديم مع انه ميسوم الحال، ده هو عاطل على طول شغال بيقبض عنده العمال. ارحمني الرحمن الرحيم، من جلسه لجلسه تتاجل، وانا شرب مواري في الكاس، يتحروا عن دخل وسجل، يراضينا اولادي بتنتاس. من جلسه لجلسه تتاجل، وانا شرب مواري في الكاس، يتحروا عن دخل وسجل، يراضينا اولادي بتنتاس. اخواتي واخواتي وابويا حسوا بي فاجئوني، وهما اللي خدوني على بيتهم وقاوموا ودوني، وانا بخدم في بيوت الناس، والحب واقف على ورقه يكتبها بايده شوف الحاره، وسيادته محتاج كام ورقه وهجيب له منين؟ انا محتاره وهلاحق على ايه؟ حواليا طلباتنا واتعاب محاميه، والنسرق واصبح حراميه، ولا امشي بسكه بطاله، يا قانون العالم يا قضاه الرحبة بأولادي شوية، ولا أشحت وأقول لله فين الأحكام النهائية، ولا أكل وأولادي أنا طوط على باب الحكم المطلوب، ينصف الطرف المغلوب، ولا أعيش وأولادي منسية، يا قانون العالم يا قضاء الرحبة بأولادي شوية. كان بيقول قصة يقول يا أهل المبنى اتمنى وجعنا دقيق اسكت لله، ده احنا شبعنا كلام ماله معنى يا عيني يا ليلي يا رب. وطبعا تخيلت لو بيرو تونسي موجود شاف الفيديو كليب، فقلت يعني الفيديو كليب الرحمه للبس الاسفاف، ليه اغانيكم هبطه وسطه وقميصك شفاف؟ يعني الفيديو كليب الرحمه للبس الاسفاف، ليه اغانيكم هبطه وسطه وقميصك شفاف؟ هو الفن يا مخرج عندك اصبح اوضه نوم، وبلد تتلون بمحيه والله ده عيب الشوم، والتقليد الاعمى عماكم وشبابنا المظلوم، طول ما في امثال امثالكم قول على الفن عواف، يا اهل الفيديو كليب الرحمه ليه بس الاسباب، ليه اغانيكم هبطه وسطه وقميصك شفاف؟ شوف كم واحد كده بيغني وكم واحده يا حفيظ، تعرف مين كده منهم قول لي والله ده هذا تغيظ، لا احنا في لندن ولا امريكا ولا حتى في باريس، واللي ما شاف بلاويكوا السوداء على الفضائيه او شاف. حتى الشاعر بقى في كلامه لفظ إباحة للجنس، شفت الشاعر بقى في كلامه لفظ إباحة للجنس، وقلنا يسقف ليه ويهيص ويقول شاعر نفس، بقى بالذمة ده شاعر والله والله ده شاعر، بقى موهبته عشان الشهرة نطف قلمه الجاف، لما تشوف واحد يترقص زي الحرمة ياهو، يعمل حركة تولى بترجل حتى الكلب لولوه، ناقص يلبس بدلة رقص أو جيبة وسابوه، حال الدنيا ده والله اتشقلب ولا في الفشا وعفاف، اللي تقول لك بوسي الواوا وغيرها تقول بشويش، ده اللي تقول لك بوسي الواوا وغيرها تقول بشويش، بره البيت ده عاملنا العطر جوه فرد شيش، خليك فهلة وبيع عربنا كله بياكل عيش، مئة ألف تحية لضميركم اللي في يوم ولا خاف، بيرم قالها زمان في المغنى يا أهل المغنى حرام، بيرم قالها زمان في المغنى يا أهل المغنى حرام، وانا دلوقتي بقول لبنابكم بعتوا الفن بكام علشان تبقوا عبيد العمله بتعروا الاجسام، بكره فلوسكم تبيعوا الشهر ما تلقوا اللقمه الحاف، واللي انا قلته بس بصوره لكليب الاغوات، يرجع القلمي يكتب تاني عنه ضميرهم مات، كل دقيقه نشوف فضايح والاسم كليبات، ربنا يستر عرض بلدنا يا خفي الانطاف، يا اهل الفيديو كليب الرحمه ليه بس الاسباب، لا أمانيكم هبطة بسرطة وأبيسك شكرا.